هذا يقول ما معنى قول الله تعالى أينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله؟ هذه الآية نزلت بسبب، وهو أن قوما كانوا مسافرين فاشتبهت عليهم القبلة، اجتهدوا وصلوا الفجر، فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن حكم صلاتهم، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فالمسلم إذا اجتهد وطلب القبلة وهو في بر ما عنده أحد يخبره، اجتهد هو صلى، ثم تبين بعد ذلك أنه على خطأ فصلاته صحيحة لأنه فعل ما يستطيع. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا قول. والقول الثاني أنها في النافلة في السفر، فالمسافر إذا أراد يصلي من الليل وهو في الطريق يمشي يصلي أينما توجه في سفره، أينما توجه في سفره ويصلي ولو لم يكن إلى القبلة. هذا في النافلة في السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي في السفر على راحلته أينما توجهت به، يعني صلاة الليل وصلاة النافلة، كان يصلي صلاة الليل عليه الصلاة والسلام على راحلته أينما توجهت به. نعم.